أهلي أبدوا استغراب لأنهم ما عندهم أي خلفية عن العلوم الاجتماعية، فأول سؤال سألوني إياه بعد ما دخلت الجامعة ليش ما تخصصت هندسة أو طب؟ أول كلمة بقولوا لك إياها عم تدرس بشي ما بطعمي خبز. الباحث في العلوم الاجتماعية ينظر إليه باعتباره باحث لا يقوم بأي دور. Las connotaciones negativas de las ciencias sociales es que uno no entraste en ninguna otra carrera. No pudiste entrar en ingeniería, medicina, que eres un hippie o que no tienes el IQ suficientemente alto para hacer otra carrera. Y eso es totalmente mentira. العلوم الاجتماعية بالنسبة لي حاجة محمسة جدا وعميقة جدا، وبتساعدني ان انا افهم نفسي اكتر واتعامل مع المجتمع اللي انا فيه بشكل مختلف، واقدر افهم مكاني في مش بس في مجتمعي، مكاني في العالم. اعطتني الشعور بحب الانسانية، تعطيني شعور دائما بالنظر للتغير للافضل، الشعور بالنظر للمجتمع والقضايا الاجتماعية المتغيرة. مني دخلت العلم الاجتماع ومني دخلت العلم النفس الاول بحال بدلت نظاضر عاوتاني، وليت كنشوف بطريقه اخرى، يعني كنشوف عادي بحال اللي كيشوفوا الناس، ولكن كان ولا عندي البعد ديال النظر. العلوم الاجتماعيه هي دراسه المجتمعات وعلاقه الناس ببعض في المجتمعات دي. هو العلم الذي يمكنني انا أن أفهم الظواهر التي قد تظهر بالنسبة للإنسان العادي والإنسان العامي بأنها اعتيادية، لكن بالنسبة إلي فإن هذه الظواهر الاعتيادية هي ظواهر حاملة لمعاني مهمة جدا، وينبغي أن نكشف عن هذه المعاني حتى نتمكن من فهم المجتمع. قبل ما أدخل السياسات العامة قال لي والدي لازم تدخل بترول، قلت له لا أنا أريد أن أدرس علوم سياسية وسياسات عامة. قال إذا بكرة أنت مهندس بترول وحصلت لك مشكلة مع الدولة بتروح، أو مع أي موظف، مع رئيس لك في العمل، بتروح تفتح مكتبك وتعمل حياتك الطبيعية. بس إذا أنت يعني خريج علم سياسة شو حتعمل؟ حتفتح دكانة سياسة؟ العلوم السياسية هو علم تدرس فيه كل شيء تقريبا، تحاول تفهم ليش الثورات تحصل، لهل الأنظمة قادرة تستمر، كيف علاقة العالم ببعضه. تقريبا هو محاولة لفهم كيف يتحرك أو لا يتحرك العالم من حولك. ألتقي كثير بصناع قرار مختلفين يمنيين ودوليين مرتبطين بالشأن اليمني، ووجود نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بالنسبة لي فرصة مهمة أن يتحدث أولا معي كتلميذ، أن يتحدث مع باقي التلاميذ. بالنسبة لي شخصيا يمكن أكثر شيء هو اللي كنت أبحث عنه أيضا، هي محاولة طرح بعض الأسئلة عليه حول الوضع الدامي في اليمن حاليا، وبالتأكيد وجود صنع قرار يساعدك على وضع خططك، وضع مقارباتك، ووضع أهدافك بشكل عام كواحد أو كفرد يحاول أن يساعد بلده. كان رأي خطيب يدرس الشيء بطعميك خبز، ما ضروري تفوت علوم اجتماعية، هالمجتمع قائم فيك وبلاك ما رح تغير الشيء. طبعا أنا هون بقيت مستمرة لأنه ما في شيء اسمه مستحيل، في شيء اسمه أنه مثل ما هيدا المجتمع قادر يتمرد وقادر يطلع من اللي هو فيه، أنا كمان قادرة أتمرد وقادرة أغير أشياء كتير. السوسيولوجي بالضبط هو علم بيدرس الإنسان وبيدرس الظواهر المجتمعية والحركات المجتمعية اللي بتصير ضمن المجتمع اللي احنا عايشين فيه. نحن بالعلوم الاجتماعية ما عنا شيء اسمه حفظ، في عنا شيء اسمه أنك تقرأ هيدي المحاضرة وتروح تحللها، تقرأ هيدي الظاهرة وتروح تحللها، تقرأ هيدي النظرية وتروح تحللها وتروح تدرسها على أرض مجتمعك. في عنا كتير مجالات بالعلوم الاجتماعية أنك تنزل على الميدان وتراقب الناس كيف بتفكر، هيدا ليش لابس هيك، هيدا ليه عم يتصرف هيك، هيدا الرصيف ليش هون، هيدي المدينة ليش بعدها محافظة على هيدا الطابع وحد منا في مدينة صناعية فجأة. عندي قناعة أنه أنا بقدر أشتغل بدراستي، وعندي قناعة أنه إحنا بنقدر نغير كتير بالمجتمع. كنا نتناقش أنا وأهلي، يقولوا لي أنه شو لوين بدك توصل بعدين وشو بيطلع من الاقتصاد، ووضح لهم يعني أنه شو في اختصاصات كبيرة بكرة بالأيام بالماسترز، فبلشوا يتقبلوا الفكرة يعني، وهلأ الحمد لله رضيانين عني. يعني أنا الأصل من سوريا، جيت على لبنان من 3 سنين تقريباً هلأ صاروا،
قدمت على المنحة وانقبلت في الجامعة هون بمجال اقتصاد. الاقتصاد هو علم اجتماعي بيتناول علاقات الدول ما بين بعضهم وعلاقات الأفراد بنفس الدول ما بين بعضهم، وبيجاوب كمان على كتير أسئلة نحن بنطرحها مثل توزع الثروات ما بين العالم، ليش هاي بلدان غنية ليش هاي بلدان فقيرة، شو لازم نعمل لحتى نحن كمان نطور هاي البلدان الفقيرة. بالنسبة للماجستير هلا في كتير مجالات، يعني لسه ما قررت أي شيء بالتحديد، بس حاس حالي إنه مايل أكثر للاقتصاد القياسي إيكونومتريكس، وممكن نوعا ما التنمية الاقتصادية. ناس بتفتكر إن المجال ده مجال العلوم الاجتماعية، الدراسة دي هتخليه دايما لما يجي يشتغل يبقى محدود في شغله. بالعكس، العلوم الاجتماعية بتفتح المجالات كلها. أي علم في علوم اجتماعية ما غادي يستخدم في البيرو، غادي تهبط للتيرا، غتهضر مع الناس، غادي تشوف بزاف الحوايج. علوم السياسية تحديدا هي أنها تساعدك على أن تكون في أي سوق عمل. بمعنى آخر، فيك تنضم للمراكز البحثية حول العالم، فيك تشتغل مع منظمات دولية، فيك تشتغل بالقطاع الحكومي، فيك تشتغل بالقطاع البحثي، فيك تشتغل بالقطاع الصحفي. ممكن أن يندمج في مؤسسة اقتصادية، يمكن أن يندمج في مؤسسة إعلامية، يمكن أن يندمج كذلك في مؤسسات مثلا في المجتمع المدني. وإنما هي أيضا تشارك بقية مجالات الحياة، الصحة وغيرها. بإمكاني أنا كمتخصص في العلوم الاجتماعية أن أدخل مجال الصحة، مجال الاقتصاد وبقية المجالات. فالوضع معنا في سلطنة عمان وبقية دول الخليج فيما يتعلق بالوظائف المتوفرة للعلوم الاجتماعية هي جدا كبيرة ومفتوحة المجالات والآفاق. درست علم الآثار وتخرجت من سنتين وعم بشتغل بالدومين. هذا العلم أكيد مثل أي علم تاني له فوائد، فوائده مثل ما قلنا هي إنسانية واجتماعية بحتة، وبتساهم بفهم تطور العقل البشري من خلال إنتاجات العقل البشري. يعني كل نتاج حضاري له مميزاته، وتراكم هالنتاجات الحضارية بفرشي كيف تطور التفكير البشري وكيف استفاد من إمكانيات مادية قدر يطلعها من الأرض. ما في شيء وصلنا له هلأ ما له أساس قديم وما له منه بسياق تطور طبيعي للأحداث، وهذا التطور نحن مضطرين نسلط الضوء عليه لحتى نعرف نحن كيف منفكر ولوين ممكن هذا العقل أصلاً يوصل بعدين. هذا المجال بعلم الآثار بدك تنقيبها تكون مقتنع فيه 100%. هو اختصاص منه شيء عادي ممكن تشتغله أنت بس تعتبره كمهنة، هو أنا برأيي هو أوسع من مهنة وأكبر من مهنة. درست علاقات دولية بلبنان وكملت ماسترز بلندن. دايماً كنت حب أكتر أتواصل مع العالم على الأرض وكون موجودة معهم كل يوم، شوف شو مشاكلهم، كيف فينا نساعدهم بحيلة طريقة. أنا كمسؤول معاون باسم الحماية بمكتب المفوضيتي بمنطقة باع، تابع كل شيء خاصه بحماية اللاجئين، وبس نحكي عن حماية يعني عم نعني بحماية حقوق الإنسان تبعهم. كيف عم تحضروا للشتوية؟ شو وقتها كان عمري تقريباً 15-16، كان عندي حشرية أقرأ كتير قصص خاصه بالسياسة بالمجتمع وتابع الأخبار كتير، وعطول كنت أسأل أسئلة للي حوالي عن شو عم بيصير، عن وضع اجتماعي معين، عن وضع سياسي معين. فنوعا ما هيك هالشغلة فاتت فيه يعني، وحبيت أعرف أكتر عن الموضوع. العلوم الاجتماعية بتغير الواحد، خصوصاً إذا عم تشتغل على الأرض وعم تشتغل بأزمة عم بتصير حالياً هلأ وعم بتشوف العالم دغري قدامك. بتغير إنه بتصير عندك غير نظرة عن الحياة. أنا أصلي أرمني، سو قطعت بجدودي قطعوا بالمزرعة الأرمنية وهربوا من أرمينيا ووصلوا على لبنان، فيمكن هيدا الشيء كانت بقيت بقلبي. وبعدين مع الشغل صرت حس حالي إنه عم طلع أكتر، وعم حس حالي ليش عم بقدر أتأقلم مع العالم أكتر، وكتير عم بيصير في سهولة لأتقرب من العالم وأعرف مشاكلهم بالضبط. نحنا جيل خلقنا بحرب، أهلنا كانوا كمان بحرب، جعنا كبرنا شوي صار في حرب تانية. يعني المأساة اللي كمان عم نشوفها كتير بلبنان شجعتني شوي أكتر لأشتغل كمان بهيك موضوع وبالموضوع الإنساني. تحس مقاط في حدا مثلاً كان قاطع بمشاكل معينة مش قادر بقى يبقى بلبنان، تحس بعد فترة أنه هذا الشخص قدرت المفوضية توصله لدول برا، تحس أنه أنت بشكل مباشر أو غير مباشر ساهمت بإنجاز أو ساعدت بأنه يوصل يبلش حياة جديدة كان عم بيدور عليها.
Bueno, desde chiquito me encantaba la política, me encantaba hablar al frente del público, estar envuelto en actividades, en el colegio, con el país. Y no sé, es una fuerza que tengo adentro que me hace nada más, me dice política, política, política. Bueno, me encanta la política porque puedo atribuir a la sociedad de una manera mucho más fácil y directa. Bueno, hace unos días en el instituto donde trabajo organizamos una conferencia sobre la Revolución Árabe. Y tuvimos alrededor de 100 personas de todos los países árabes, de los Estados Unidos, de Singapur, de muchas partes del mundo, que vinieron a hablar sobre la sociedad, sobre los cambios políticos, sobre la política que se está implementando en cada uno de los países. Y nada más es un sentimiento que no cambiaría por nada organizar toda esta conferencia y poder hablar con personas tan cultas, con personas con tanto conocimiento. La razón por la que estudié Ciencias Políticas es porque siempre tuve esa pasión de poder ayudar a mi país. في شي نهار يا مولا ما بتقول لحدا عيب عاد منيح شو اكيد تعطي اوامر وماشي يعني هون دور السلطه كلنا عنا اياه لانه كلنا كان عنا اهل دور الولد كلنا عنا اياه لانه احنا كمان كنا ولد مطرح معين صح؟ نعم الولد نعم. بيبقى معنا ما بيفل مطرح انا حاصله على اذا بدكم اثنين باك جراوندز يعني المجالين الاثنين يلي هن المسرح والعلاج النفسي لأقدر كون معالجة بالدراما وأقدر ساعد الناس يلي عبالهم يعبروا عن حالهم ويكونوا عم يستخدموا العلاج النفسي بس بطريقة مسرحية. في مشروعين عملتهم داخل السجون بلبنان، سجن رومية وسجن بعبدا. سجن رومية عملنا مشروع اسمه 12 لبناني غاضب، هو كان كناية عن مسرحية بيمثلوها المساجين. كل يوم من حياتي تعرض للضرب، 19 سنة خبيط، بلاقي إنه كثير هاد وبعتقد انه مجنون كم كلمه على الصعيد القانوني خلى قانون كان موجود من 2002 هو اللي سموه قانون تنفيذ العقوبات كان يقول هالقانون انه اي سجين عنده حسن سلوك بيقدر يقدم انه اي سجين محكوم بيقدر يقدم مثل بارول بنسميها بامريكا على تخفيض عقوبته حق السجين اللي يقدم طلب لتخفيض مده حكمه هالقانون صدر سنه 2002 نحن بال2009 ولهلا بعد ما تطبق هالقانون اللي كان من نسا ما حدا عم بيحكي فيه هيك موجود حبر على ورق بس ما له لجنه ما له اي تفعيل فعلا لما طلعوا الوزراء والنواب والصانعي القرار حضر هالمسرحيه والسجناء ذكروا القانون اللي اليوم ما عم بيتطبق راسا فعلا ظهروا عملوا لجنه بعدها بشهرين طبق قانون 463 يعني انت فايت بالكذبه هي مش مثل علي بس فايت بكذبه ورايح فيها للاخر انت يعني انت وقاعد بالمحكمه في مينيموم ست بنات ناطرينك برا عم بحلوشوا بشعراتهم بدي مصطفى بدي مصطفى هيدا هو رقم 12 كل ما اشوف فعلا قد ايه اثر على حياه العالم اللي اشتغلت معهم والمجتمع ككل كيف تاثر وفعلا واعي على امور ما كان شايفها قبل انا بحس مثل كانه عن جد مش انه حققت بس ومبسط يعني هي بتسوى أكتر من أي شو بعرفني مصاري مليونين دولار ممكن تحصل عليها لأنك عن جد عم تشوف بعينك شانجمون عم بتشوف تغيير عم بيحدث بحياة عالم كان الناس اللي مثلوا أو الناس اللي حضروا بالنسبة لي نحن في الوطن العربي احنا لسه في الثقافة البحثية والثقافة المعلوماتية دي مش بنفس المستويات اللي احنا نحب ان احنا نشوفها الإنسان هو مشروع وبما أن الإنسان هو مشروع فمن يحدد مشروع نفسه؟ الإنسان ذاته هو الإنسان أنا هو الذي أحدد مشروعي بنفسي أمل الواحد إن هو يقدر يأثر في الشباب في المنطقة دي إن هو يبقى ده فكرهم وده منهجهم عشان نتعلم إن إحنا ما نبقاش بنتأثر باللي حوالينا ونتعلم إن إحنا نأثر في اللي حوالينا إحنا اتولدنا لقينا العالم العربي عامل كده لقينا بلادنا عاملة كده بس الحقيقة إن بلادنا ما كانتش عاملة كده طول الوقت الحقيقة إن في أحداث تاريخية واقتصادية واجتماعية وسياسية وصلتنا للحالة اللي إحنا فيها لو ما فهمناهاش مش هنعرف حتى نتخيل بعدها ولو إحنا ما عرفناش نتخيل فإزاي هتاخد خطوات إزاي هتشتغل لو أنت مش قادر تتخيل حاجة أكتر من حدود الواقع اللي أنت عايش فيه بتهيالي دايماً اللي بيدرس علوم اجتماعية بيبدأ يشوف العالم بشكل أوسع وبيبدأ يفكر إن هو إزاي ممكن يغيره
وإزاي ممكن يتخيل بعده. عشان كده بتهيألي إن العلوم الاجتماعية من أهم الحاجات، ومن أهم حاجات للمنطقة دي.